تحية نضالية عالية لكافة الجماهير العمالية الحاضرة في هذا الإضراب كما هو معلوم وكما هو مخبر به سابقا لدى السلطات. يعني أزول ذا مغناس خمارة ويجان صامت ويوفنس القسم الجماهيري على أساس هذك سنه مخدام ذي الجن ذي الطليعة. أحيي الطاقم التقني وأحيي كافة المتضامنين مع الشكل النضالي الواعي والمنظم طبعا. إذا انتزت الشكل النظامي استرسالا لأشكال نضالية يقود العمال الشركة فيكتاليا كما نعلم سالفا قاموا بإضرابات ماراثونية باحتجاجات ماراثونية إلى حين توصلوا لمجموعة من المكتسبات كانت شفوية واستمر العمال في الإضراب حتى أصبحت كتابية. ونتفاجأ بالشركة وتطبيقش المكتسبتني على أرض الواقع. الدقة يعقد أزياد من شهر زقو من دول المحاضر زقو من كين خلتاس من الشركة خل مكتسبتها أنتي ذا بما فيها حق الأقدمية المستخدمين يتوغى الشركتين السابقتين. وكذلك من يتعلق عندي الصالير المهني. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيي الموقع يو سيتي الموقع الالكتروني اذا يعاون اذا يشارك عندي المبادره. نسي المستخدمين النقل الحضاري النظام فيكتوريا نهارا نبدي نكاج الوقفه سلميه من اجل تحقيق مجموعه من المطالب ابسط الحقوق وخدام ازيد من ثلاثه اشهر. نسي توعدنا سجل وعود كاذبه من نوقع كيس البروتوكولات انه خلق الحقوق خدام ديري. مع الاسف الشديد قاه كوادي ترت شهر الشركه وازيس نزري حتى حاجه قراش توعد نسجل الوعود وهميه فقط. وابسط حقوق المستخدمين واجين الضمان الاجتماعي واجين سدنا ازيد من 30 خدام من غير مبرر خدام تاعش قاز تخص سدات قراش روحها تاعك كذا بور خدمت الاقدميه المستخدمين وات نزريشه نفقط تصل العواقب. بسم الله الرحيم. تحية نضالية عالية من داخل تارين العتيد الاتحاد الوطني طلبة المغرب بعد تحية المجد والخلود لكل الشهداء ومعتقلين السياسيين. أما بعد في إطار التضامن اللامشروط الذي أكنه للطبقة العاملة في شركة ما تسمى بفيكتاليا فبعد قدومها إلى مدينة الناظور لأزيد من ثلاثة أشهر في أول يوم بدأت فيه العمل ظهرت اختلالات متعددة، اختلالات في التنظيم، اختلالات واضحة في التسيير، وبالتالي هذا لم يقف عند هذا الأمر بل أنهم بدأوا يعطون وعودا كاذبة للعمال من بينها أنه سيتم يعني أنهم سيستفيدون من الضمان الاجتماعي ثم سيكون ثمن الذين سيشتغلون به هو 3000 درهم 4700 عفوا. ومن ثم وعود أخرى من بينها خروقات في المجلس التأديبي بدل أن يتم وفق مسطرات القانون قانون الشغل الذهاب ب يعني أنه في اللحظة الأولى سيتم معاقبة الشغيل ثم سيتم إنذاره ثم الإنذار الثاني ثم الطرد إلى أنه لم يتم أبدا احترام هذه المقتضيات وبدأوا في الطرد التعسفي والإتيان بأشخاص جدد كبديل لهم ليصل عدد المطرودين 30 عامل. لم تتوقف أيضا هذه الشركة على هذا فقط بل قامت بخروقات أخرى إجهازا على مكتسبات طلابية التي حققتها الجماهير الطلابية في ظل نظام الشركة السابقة على أساس أنه
مكتسب الأول أنه سيكون نقل متخصص في نقل الطلاب بتسعيرات درهمين، ومن ثم وكذلك الحافلات العمال باش ينتوي غير خدمة الإنسان، وكذلك ذني أزيد من 30 عمال مطرودين في وعد نغش عليه كما ثلاث سماكين كتابيان هذا سنتق مجلس تأديبي على أساس واني خلف القانون الداخلي مع العلم القانون الداخلي واحد الجشاء اللي خلف القانون الداخلي يعني يتحمل المسؤولية نظرا قاضي القوانين التنظيمية تنظم الدقة واني جان مظلوم من قبل أذيال الشركة طبعا هذه عقبة ذي خدم إذا نشين قاضي شها وكين غكين ولا ديش نعيش على ارض الواقع اذا في وضسن من يوضن الدقة هذي عمار كاس هذي في يدر كاس وهو يوضشها ترجاني خدام المكتسبات انسان سبعة المكتسبات وطبقوا رديشتنا على ارض الواقع اذا بنا نظم شكل نضالي مش النزالفان او ذي الشكل النضالي نطالب من المسؤولين ومن الاداره تطبيق ما تم تدوينه كتابة طبعا بحضور الإدارة والنقابة والسلطة وطبعا عمل ديال النظر حتى هي كانت حاضرة مجموعة من النقاط ونشي نتفاجأ 30 عامل أزيد من 30 عامل ونشي نتفاجأ بدل أدخل السلطة أتقل المحاسبة الشركة يكيزني التاس من كتابيان نتفاجأ زي السلطة تسد سياسة الضرب سياسة الترغيب الإجباري في العمل مع العلم أن ذي حق العمل ذي حق الشغل ونشين إخداما بصدد نضالاتهم صعدني الأشكال النضالية أقن غعاد صميدون إلى هنا شغل مش نديرة يا بسيطة وملخصة لمن يتوقع نهارا وحيه مجددا كفة المتضامنين وحيي العمال الصامدين وحيي الطاقم الصحفي وشكرا. هذه التسعيرة ستكون في العطل في الأيام العادية إلا أنه هذه الشركة سنتفاجأ أنها جاءت بقرار جديد إجهازا على هذا المكتسب ببطاقة طلابية بطاقة طلابية والمشكل أن هناك مشكل في التنظيم لهذه البطاقة كيف ذلك؟ هذه البطاقة لكي تقوم بالتسجيل يجب أن تكون طالبا جديدا وتأتي لهم بمعطيات شخصية والكثير من الأمور وكأنه سيتم تسجيلك في تأشيرة أو فيزا إلى تركيا ولا أعرف شيء من هذا القبيل. رجوعا إلى موضوع العمال أنا كطالب شخصي أقتنع بالمؤتمر من مؤتمرات الاتحاد الوطني طلبة المغرب كل معركة جماهيرية صداها في الجامعة وبالتالي هذه القناعة التي تولدت لدى الجماهير الطلابية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجماهير الشعبية فإننا نعلن التضامن المبدئي والمشروط مع الجماهير العمالية وكذلك لا ننسى معتقل الرأي معتقل الحراك الشعبي إضافة إلى هذا فهذه الخطوة التي جاءت اليوم الاثنين منذ 8 صباحا جاءت كمبادرة من العمال بعد أن تم تعسف على حقوقهم وعدم احترامهم كيف ذلك بين قوسين كأنهم لم يهتموا بالعمال وتمت إهانتهم وتم أيضا الضرب في المقتضيات القانونية لمدونات الشغل وكذلك تعسف من طرف السلطات المحلية يعني نرى أن هناك تواطؤ واضح بين الجهات المسؤولة بين آلاف الأقواس لأن مهمة السلطة هي القيام بحماية الاحتجاجات المرخصة القانونية ثم نرى أنه ما يسمى بالنقابة جهويات أو ما شيء من هذا القبيل أجهزت على هذا الحق بعد أن تم الترخيص للاحتجاج والترخيص للإضراب نرى أنها تماطلت وتراجعت إلى الوراء عفوا وقامت بخيانة العهد من هنا نعلن تضامننا الكامل
وتحية نضالية عالية.